إذن بعد هذه المراجعة الطويلة التي تتكلم فيها موسى وردتنا عليها سبحان ما هو تعليق شيخ الأزهر الذي يزعمون؟ ماذا رد عليه شيخ الأزهر؟ يقول أشهد أنكم في الفروع والأصول على ما كان عليه الأئمة من آل الرسول، وقد أوضحت هذا الأمر فجعلته جليا وأظهرت من مكنونه ما كان خفيا، فالشك فيه خبال والتشكيك تضليل، وقد استشففته فراقني إلى الغاية، وتمخرت ريحه الطيب وتمخرته وتمخرت ريحه الطيبة، فأنعشني قدسي مهبها بشذاه الفياح، وكنت قبل أن أتصل بسببك على لبس فيكم لما كنت أسمعه من إرجاف المرجفين وإجحاف المجحفين، فلما يسر الله اجتماعنا أويت منك إلى علم هدى ومصباح دجى، وانصرفت عنك مفلحا منجحا، فما أعظم نعمة الله بك علي، وما أحسن عائدتك لدي، والحمد لله رب العالمين. يعني صار رافضيا اختصار يعني. نعم. يعني الشيخ الأزهر خلاص سلم، ما ناقش أي شيء. كل يعني مع أن هذه مراجعة طويلة فيها كلام طويل. كل اللي ناقشنا ولا ناقش شيء، قال بس أنا اقتنعت وأنتوا الصح وأنتوا اللي ما كذا. قال له وين مصحف علي؟ ما أبد ولا شيء أبدا، سلم بكل شيء، قال راقني ذبحني قتلني زين همت بك كذا أصلا أكثر من هيام كثير بعزة وغيرهما، زين انتهى الأمر خلاص وصار رافضيا شيخ الأزهر.